المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. لماذا لم يظهر الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الى هذه اللحظه. الروايات تتحدث عن انتشار الفساد والظلم والجور والفساد منتشر والظلم والجور منتشر اذا لماذا الى الان لم يظهر الامام صلوات الله وسلامه عليه هذا التساؤل انما يسبقه مجموعه من العوامل والاسباب للظهور ايضا نعم انتشار الظلم والجور كل يرى برؤيته انا انظر الى انتشار الظلم والجور وانت تنظر لانتشار الظلم والجور ولكن الباري تبارك وتعالى في المعادلات الالهيه الامور تختلف. نحن ننظر الى افاق محدوده ورب العالمين ينظر الى افاق واسعه. اضافه الى ذلك هنالك اسباب اخرى تتعلق بالظهور المقدس للامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الاسباب من اهم الاسباب تهيئ الناس الى ظهور الامام. الى الان الامه والمجتمع أتكلم بالمجتمع الشيعي، الشيعي بصورة خاصة. المجتمع الشيعي إلى الآن لم يتهيأ لظهور الإمام صلوات الله وسلامة عليه. ولو الناس كانوا مهيئين إلى الظهور المقدس لظهر الإمام على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع. الآن لو ذهبتم إلى الكثير من الأماكن، من المساجد، من الحسينيات، من المؤمنين الموالين لاهل البيت عليهم السلام هل ترون هنالك انتظارا حقيقيا للامام المهدي هل تجدون شغفا بالقضيه المهدويه هل هنالك معرفه بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لمن يظهر الامام اذا ما كانت الظروف مهيئه اذا المجتمع لم يكن مهيئ إلى الآن إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف نحن الآن ننتظر الإمام بلهفة وبشوق لما تذهب إلى المؤمنين وإلى الموالين لأهل البيت لا تجد هذه اللهفة لا تجد الانتظار لا تجد أنهم الآن قد هيئوا أنفسهم لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه تجد ال حالات الفساد وتجد حالات الابتعاد عن الله تبارك وتعالى والتجاهر بالمعصيه في كل مكان لا اريد الان اذكر بالاسماء وحتى في هذا الاطار الديني البعض الذي يحسب على الجانب الديني تجد انهم لا يلتزمون بالقضيه المهدويه لا يطرحون القضيه المهدويه لا اقول انهم لا يعتقدون حتى عقيدتهم ضئيله وضعيفة الإمام غائب والإمام لا نتمكن ان نصل إليه والان الإمام لا يظهر ومجموعة من هذه الكلمات التي تثبط الإنسان في القضية المهدوية فإذا المجتمع والأمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع أيضا لو كان مهيأ إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولو كانت الأسباب مهيئة لظهر الإمام الإمام ما زال ينتظر هذه الحالة أن تكون مهيئة لظهوره المبارك بكل صراحة الناس إلى الآن ما لهم حظ في ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف اذهبوا إلى كل البلاد لا تكلم عن بقية الأديان والطوائف والمذاهب تكلم عنا نحن في مجتمعاتنا الشبابية في مجتمعاتنا الأسرية في تجمعاتنا بالمراكز والحسينيات والمساجد إلى الآن ليس هنالك حديثا قويا بالمستوى المطلوب نعم قد تكون أيام شعبان واقتراب الخامس عشر من شعبان نعم هنالك تكون هنالك حركة بسيطة في قضية الإمام المهدي ولكن طيلة أيام السنة الإمام مغيب عن الأفكار عن العقول عن النفوس عن الأمة فالأمة التي هي لم تهيئ لم تهيئ نفسها لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه لمن يظهر الإمام؟ أين أنصار الإمام؟ أين أصحاب الإمام؟ الإمام يحتاج إلى النقباء هذه فئة راح تكون مع الإمام ولا, ولا نعرف ما هي صفات النقباء والأخيار والنجباء والشهداء والأنصار والأصحاب كل هذه المجاميع والأبدال كل هذه المجاميع لا بد أن تهيئ حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه سؤال إذا إذا متى تهيئ أنت هيئ نفسك وأنا أهيئ نفسي الإنسان يتكلم عن نفسه أنا أولاً اهيئ نفسي روحيا، نفسيا، معنويا، عباديا، تقوائيا، ورعيا، قربي من الله تبارك وتعالى. اتعامل بالحلال، اكل الحلال، ابتعد عن الحرام، ابتعد عن لقمه الحرام، التعامل بالحرام. ما زال الناس يدخلون من شبهه الى شبهه. الطعام اللي ياكلونه حتى الذي كتب عليه حلال وانت لا تعرف فعلا هو حلال ام غير حلال. الطعام فيه شبهه. الان كثير من المعاملات اللي تصير على الانترنت ولا اريد اشير الى تفاصيلها. كثير من هذه المعاملات اللي تصير التجاريه ومعاملات البزنس على الانترنت فيها اشكال شرعي. وترى الناس يتعاملون يشربون وياكلون ولا يبالون بالحلال والحرام. نسبة كبيرة من الشباب لا يصلون نسبة كبيرة من الشباب صلاة الصبح عندهم تكون قضاء وعنده عادي الناس في عشرة محرم يحضرون المجالس نعم وانتهى الامر خلاص احكام الله تبارك وتعالى الخمسة من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة هذه الاحكام الخمسة فعلا نحن الان نلتزم بها نحن نلتزم بحكم الله تبارك وتعالى فكيف يظهر الامام؟ لمن يظهر الامام؟ الامام يحتاج الى اناس يستمعون اليه يسلمون اليه فالذي لا يسلم الى الله تبارك وتعالى ولم يكن مطيع لله كيف يكون مطيع للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وانتم تعلمون في التاريخ الذين خانوا الذين خانوا الامام امير المؤمنين وتركوا الامام علي بن ابي طالب في اللحظات الحرجه في الحروب وفي غير الحروب. والتاريخ مليء بخيانه الناس للامام امير المؤمنين. والامام الحسن لماذا دخل الامام الحسن في صلح مع معاويه الزنيم؟ لماذا دخل في صلح معاه؟ ما هو السبب؟ من اهم الاسباب اقرب الناس كعبيد الله بن العباس كان قائد جيش الامام الحسن عليه السلام. معاوية أرسل له خمسمائة درهم خمسمائة ألف درهم نصف مليون وقال له النصف الآخر بعد ما تأتي إلينا مليون درهم أعطاه قال أسلمك الحسن بن علي حيا أو ميتا هذا الإمام الحسن صارت خيانات على مستوى القيادة والقاعدة أيضا الإمام الحسين ما تركوا أين, أين الذين نصروا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبقية الأمة الإمام المهدي الأمر في القضية المهدوية أمر يختلف الناس الناس يعني من؟ يعني أنا وأنت نحن جميعاً كل من يستمع إلي إلى الآن المجتمع لم يهيئ نفسه لظهور الإمام فلماذا يظهر الإمام؟ أنت تقول يا صاحب الزمان بأبي أنت وأمي يا مولاي نحن مشتاقون إليك الاشتياق لا يكفي الإمام يقول صحح العقيدة اللي عندك اعمل عمل الإمام يحتاج عمل يحتاج سلوك على الواق على الأرض على أرض الواقع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وسأقرأ لكم مجموعة من هذه الروايات إلا لما يظهر الإمام بشارات السماء بقضية الإمام المهدي يعني الأمور مهيئة الإمام عنده هنالك من الأنصار لا اريد ان ادخل بالتفاصيل على ان تنظر لكثير من الشباب اللي يذهبون الى مجالس مثلا مثلا مجالس العزاء هو يلطم ولكن ادنى عقيده بالامام المهدي ما عنده هو يلطم ولكن ادنى معرفه بالامام المهدي ما عنده لذلك اقول كلمه الى اصحاب المواكب والهيئات مسؤوليه شرعيه عليكم ترتكبون اثما عظيما لما لا تعرفوا هؤلاء الشباب ولا تقيموا لهم مجالس في المعرفة والعقيدة نحتاج عقيدة وإلا الشاب اللي ما عنده عقيدة بأي فتنة تطرأ عليه يبتعد يتحول وكم من تغير منهم فإذا البشائر التي تأتي إلينا بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بشائر تحكي عن أناس هيئوا أنفسهم للإمام أنا ما انقل أن تكون صحابيا ضمن ال 313 حتى من الأنصار حتى من الجهة العامة من عموم الناس الإمام لابد أن تكون الأمور مهيئة وإحنا لازم نهيئة فإذا انتظار الفرج بعملي بعملي بسلوكي بعلاقتي مع الله بابتعادي عن الحرام اتيان الواجبات الان اذا نريد ان نذكر مجموعه من الامثله في التقاطع بين المجتمع. ولا اتكلم عن غير عن غير الملتزم. غير الملتزم ما لنا علاقه فيه، اتكلم عن الملتزم. عفوا، اقول الملتزم المتظاهر بالالتزام. لان ايضا الملتزم هذه مشكله كبيره. اليوم اذا بعض يتظاهرون بالالتزام هذا انحسب على الملتزم. ولكن كثير يتظاهرون بالالتزام في الواقع مش ملتزم هو وغير ملتزم فالامام المهدي يريد اناس طاهرين مطهرين مهيئين كيف يكون ذلك تكوينيا لا يقول انت اعمل ابدا بالعمل سلمان كيف صار سلمان؟ المقداد كيف تحول الى المقداد؟ حبيب ابن مظاهر كيف صار حبيب؟ محمد بن مسلم وزراره الثلة الطيبه الطاهره من اصحاب الامام الصادق والباقر والأمة عليهم السلام كيف ارتقوا؟ لا تقل ما اتمكن، انا وين؟ ومحمد بن مسلم الطحان وين؟ انا وين وزراره اين؟ كيف ذاك وصل وانت لا تصل، انت تصل ايضا. لازم يكون عندنا ايمان وثقه. لا تقل ذاك زمان وهذا زمان ونحن لا نتمكن. والا كيف يظهر الامام؟ عجل الله تعالى فرجه الشريف، فاذا هناك مجموعة من الروايات التي تبشر فيها بشارات مهمة للمؤمنين للموالين هذا يعني أننا أن نوجه كل كل جهودنا في القضية المهدوية في نصرة الإمام في كل يوم من أيام السنة في كل يوم في كل ساعة ونقدم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على كل اهتماماتنا إذا صارت الدنيا والتزاماتي وظيفتي وانشغالاتي وكثير من الاهتمامات اللي موجودة عندي إذا صارت أهم من الإمام المهدي إذا لا تقول لماذا لا يظهر الإمام أي إنسان إذا لا يعيش القضية المهدوية وغيبة الإمام وانتظار الإمام إذا لا يعيش القضية لا يقول أنا إنسان مهدوي ولا يقول لماذا الإمام لا يظهر ولما يقول اللهم عجل وليك الفرج هو ليس فقط دعاء الدعاء عظيم ومطلوب وهنالك روايات كثيرة تؤكد على ضرورة الدعاء لتعجيل الفرج ولكن عمل وين؟ العمل العمل هو نحن الآن بحاجة إليه أن الإنسان عمل يكون عمل يهيئ لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا على مستوى الأسرة الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء جميعا أينما نكون أنت تعمل كع تعمل في السوق أنت في تدرس في الجامعة في المدرسة على كل المستويات قضية الإمام المهدي لا تحصروها إنها قضية دينية وقضية آه من نتمكن نطرحها في كل في كل مكان في كل المعاهد العلمية والأكاديمية نطرح قضية الإمام المهدي بكل قوة في كل جامعاتنا نؤكد على القضية المهدوية في كل يوم في كل ساعة مع وجود الدراسة والامتحان والالتزام. الامام المهدي اهم من كل ذلك. اذا اعطينا اهتماما كبيرا فعلا كعقيده وكعمل ذاك الوقت نحن نبدا بتمهيد لظهور الامام الذي هو الانتظار ضمن موضوع التمهيد لظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه. اذا نقرأ مجموعة من الروايات وهذه رواية رواها أحد علماء السنة حتى تعرفون القضية المهدوية مربوطة بكل الأديان والطوائف والمذاهب وحتى السنة يذكرون قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في منتخب الأثر عن ينابيع المودة القندوز الحنفي الرواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يظهر صاحب الراية المحمدية يعني قضية الإمام المهدي قضية لكل المسلمين وراية الإمام المهدي هي راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظهر صاحب الراية المحمدية والدولة الأحمدية يعني أيضا الذي يؤسس الإمام هو دولة هي دولة رسول الله الإمام المهدي يعني رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام المهدي يعني أمير المؤمنين عليه السلام الإمام المهدي هو السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام الإمام المهدي هو الإمام الحسين يجسد كل الأمة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه, عليه. فإذا الراية هي راية رسول الله الدولة دولة رسول الله الإمام المهدي يجسد كل ذلك القائم بالسيف السيف كما يظهر من مجمل الروايات ليس هو ذلك السيف الذي كان في عهد رسول الله. السيف يعني السلاح لان في تلك المرحله لو تقول السلاح وتعبر عنه مثلا بهذه السلاح اللي الان موجود قد لا يفهمون ذلك. لذلك يراد بالسيف هو السلاح. الامام يقوم بالسيف لان هنالك معارك وطبيعه الانسان المؤمن لازم يهيئ نفسه. كل انسان مؤمن. كل شاب عليه ان يهيئ نفسه في المعرفه والعقيده والقوه الجسديه والبدنيه والعقليه والنفسيه انت الشاب مسؤوليتك مسؤوليه كبيره من جميع الجوانب وحتى الفتاه المهدويه من جميع الجوانب علي ان اهيئ نفسي قضيه الامام المهدي قضيه جسديه لازم نهيئ انفسنا كيف نهيئ بالنتيجه هنالك تدريب لازم يصير، الانسان لازم دائما يكون على اهبه الاستعداد في ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه، يعني لو ان الامام ظهر سؤال ماذا تصنع؟ انت مهيئ؟ مهيئ نفسك جسديا؟ مهيئ كل وجودك لظهور الامام سلام الله عليه؟ لذلك القائم بالسيف يمهد الارض ويحيي السنه والفرض، فاذا السنه سنه رسول الله ماتت بين الناس. أحكام الله ماتت بين الناس الناس أنهم لم يتركوا المستحب فقط وحتى الواجب تركوا الإمام المهدي يعيد إلى حكم الله وجوده هو الذي يحيي السنة المحمدية هو الذي يمهد الأرض ويجعل الأمور مهيئة للناس يعودوا إلى رسول الله الآن كثير من الناس يفسر الدين على مزاجه كثير من الناس يتعامل مع الدين على رأيه وعلى قناعته، القرآن هكذا يقول: يأخذ آية ويترك آية، يأخذ جزء الآية ويترك الجزء الآخر، الناس مزاجيين، الناس يمشون على أهوائهم، على مصالحهم، يجعل قضية الإمام المهدي والدين ضمن مصلحته، ضمن البزنس اللي هو عنده، ضمن التجارة اللي هو عنده، ضمن الأمور المصالح الحياتية، يمشي الدين على ذوقه على مزاجه على مصالحه الامام المهدي يرفع كل ذلك ما في شيء اسمه بعد مصلحه وعلى مزاجك وعلى رايك وعلى كيفك وعلى قناعتك لا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يريح بالنا ويضع النقاط على الحروف هذا حكم الله هذه سنه رسول الله صلى الله عليه واله اعمل هنا لا تعمل هنا انتهى الموضوع بعد ما عندنا شيء اسمه الاحوط وجوبا وما عندنا شيء اسمه الاحوط استحبابا هذا المسائل اللي الان تجدوها في الرسائل العلميه للفقهاء والمراجع الرسائل الفقهيه هذا الاحوط ينتهي في عصر الامام المهدي كل الاحكام الوارده عند الامام المهدي احكام قاطعه ومقطوعه انتهى الامر هذا اللي الان الناس فعلا لو الناس توجهوا للامام المهدي وارتبطوا بالامام ولا يعلم الناس مشكلة الناس الجهل الناس لا يعلموا أن الإمام لو ظهر الدنيا كيف, كيف تتحول إلى جنة ما عندنا بعد مشكلة ما عندنا أزمة ما في إنسان يفكر أن عندي مشكلة مادية بعد لا عندك مشكلة مادية لا نفسية لا اجتماعية بعد السعادة العظمى بوجود بقية الله الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذه نعمة عظيمة ونعمة كبيرة وأيضا في كتاب عقد الدرر رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين هذه كلها بشارات بشارات حتى أننا نعرف أن الإمام لو ظهر ماذا سيجري هذه الأمور تجري حتى تكون متفائل حتى تكون إنسان إيجابي حتى تكون انسان فعلا تتطلع لظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف لمن تقرا هذه الروايات وهذه النصوص تعرف قيمه هذا الارتباط وهذه العلاقه بالامام صلوات الله وسلامه عليه ايضا روايه تقول عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اذا نادى مناد من السماء هذا تدخل سماوي يعني السماء تتدخل مثلا في حرب احد لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار هذا تدخل سماوي بالنتيجه هذا قرار الهي رسول الله اجتمعوا عليه من كل صوب ادميت رباعيه النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين يقول كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه واله اجا جاء هنالك مدد من السماء السماء تدخلت فكما في احد وبدر تدخلت السماء وفي مواطن كثيره للانبياء قضيه الامام المهدي السماء مباشره تتدخل لما الانسان ما عنده ذيك الارضيه وما عنده الهمه وما عنده ذاك الزود حتى ينصر الامام المهدي بعد رب العالمين هو يتدخل شو يسوي للبشر نادى مناد من السماء ان الحق في ال محمد هذا النداء مهم هذا هو العقيده هذا اللي الان نحن بحاجه اليه نحن نحتاج الان انه انت المؤمن الموالي لمحمد وال آه محمد انت المواليه لاهل البيت عليهم السلام تعرفون انكم على حق يجي واحد يشكك يجي واحد يعمل عند الانسان تردد انه كلمه من هنا كلمه من هنا ما عندي علم ما عندي معرفه ما عندي عقيده اي كلمه اسمعها في قضية الامام المهدي واحد يأتيني واحد ملحد حافي يأتي بكلمة مثلا ما عندي انا معرفة بالقرآن ولا بآيات القرآن ولا بأسباب التنزيل ولا اعرف التنزيل ولا التفسير ولا التأويل ولا المحكم ولا المتشابه ولا الظاهر ولا الباطن كيف اتمكن اتعامل مع القرآن انت اللي ما عندك تعامل مع النصوص ورواية اهل البيت طبيعي تتوقف الإمام المهدي سلام الله عليه لما يظهر الإمام النداء يأتي من السماء أيها الناس أنت المرتاب أنت اللي عندك شك أنت اللي متردد أنت اللي أصدقائك لاعبين فكرك أنت أصدقائك أصدقاء السوء مغيرين في أفكارك في قناعاتك في عقيدتك بأهل البيت يسمون هذا ال... هذه العقيدة غير صحيحة أو أنه غلون وما أشبه ذلك يأتي نداء قاطع من السماء الحق في آل محمد وحسب تعبيرنا نقطة رأس سطر انتهى الموضوع الحق في أهل البيت مع أهل البيت صدقوا اليوم كثير من الأمور اللي تشوفوها وشاهدوها كلها مصالح بعد انت فكر أنا شنو أقصد كثير من التوازنات السياسية مصالح كثير من توازنات المذهبية مصالح كثير من الامور الكبار يتعاملون معها من اجل المصلحه ليس من اجل الله ليس من اجل الدين فالحق في ال محمد صعدت الدنيا نزلت الدنيا الناس راحوا رجعوا تغيروا تبدلت الموازين المعادلات الحق في ال محمد صلوات الله وسلامه عليهم فعند ذلك لما ياتي هذا النداء من السماء الحق في ال محمد فعند ذلك يظهر المهدي على افواه الناس هذا هو المهم بعد الناس هذا اللي يفكر بالتجاره ويفكر بالسياسه ويفكر بالقضايا واموره وحياته المعيشيه لا ذكر الامام المهدي يصير على كل فم كل الناس يعني الناس كما الان مثلا حدث يصير في بلد من البلاد يشوف على الواتساب وعلى الجروبات الخبريه يبعثون خبر فلان مكان في مبنى انهار فلان مكان صار انفجار فلان مكان صارت مشكله، فلان مكان صارت حرب، صار مثلا قصف كل الاخبار تحكي بهذا الموضوع، اليوم قصف قصف، اليوم شهداء، اليوم كذا الناس ينشغلون ينشغلون بهذا الانهيار بالعملة دولار صعد دولار نزل هذا غلاء هذه مشكلة انشغال الناس بهذه الأفكار لما يأتي النداء من السماء الناس ذكرهم فقط في قطف المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ذكر الناس يلهجون بذكر الناس نساء رجالا كبارا صغارا كل طبقات المجتمع الكل ذكر الوحيد هو صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فعند ذلك يظهر المهدي يظهر وين؟ على افواه الناس، على السنه الناس يشربون ذكره يعني هذا ذكر الامام يصير ذكرهم الدائم كل حياتهم، كل قضاياهم صباحا يجلسون على المائده ها شو الخبر عن الامام المهدي؟ ماذا جرى على الامام؟ اين الامام؟ ما هو المشروع؟ ما هو البرنامج؟ يطلع قاعد على ال... مثلا على الفطور يذهب إلى المحل العمل يلتقي بأصدقائه التجار أو اللي يعملون ها ما الخبر؟ خبر عن الإمام المهدي أهل الوظيفة في وظيفتهم يتكلمون عن الإمام المهدي أهل الجامعة أهل المدرسة كل كلامهم عن الإمام المهدي كل العالم ذكرى هو الإمام المهدي هذه بشارة عظيمة بعد هذا واقع أمر واقع بعد ما نحتاج إلى واتساب وهذه الأمور لا تقنية أكبر من ذلك بكثير فلا يكون لهم غيره، ما عندهم غير الامام. الناس ذكرهم فقط في الامام المهدي. لما ياتي النداء من السماء ذكر الناس هو الامام المهدي. ذكرهم، حياتهم، حياتهم، يجلس على ذكر الامام، ينام على ذكر الامام، ياكل بذكر الامام، يصلي يدعو للامام، كل حياته اليوميه تصير هو الامام المهدي. وين اجمل من هالحياه؟ هذه الحياه الجميله. مو قيل وقال هذا قال تلك قالت هذا الانسان ماذا يقول؟ هذا يدعو لنفسه هذا يدعو للعقيده المنحرفه، هذا يدعو للعرفان، هذا يدعو للتصوف، هذا يدعو للفلسفه، هذا يدعو للافكار الهدامه، هذا انحراف، هذا بلاء، هذا ورطه لا كله ينتهي بعد ما عندنا شيء اسمه فلسفه وتصوف وعرفان كله ينتهي يكون صاحب الزمان المهدي المنتظر هذا العقيده والذي لا يسلم لصاحب الزمان ينتهي امره هو الامام يتصرف معه روايه اخرى عن سيدنا ومولانا ابي جعفر الباقر الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن ابيه عن جده قال قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والامام هذه الروايه ما يذكرها بين يعني الى صحابي يعني في مكان خاص لاصحابه، لا، الامام يذكر هذه الروايه الى على المنبر، يعني كل المسلمين يسمعون، اذا قضيه الامام المهدي قضيه الامام امير المؤمنين يذكرها على المنبر، وكل المسلمين يستمعون الى كلام علي عليه السلام في القضيه المهدويه، هذا قبل 1400 سنه، اذا الامام امير المؤمنين هكذا يهتم بقضيه الامام المهدي انا وانت في عصر الامام في غيبه الامام ليس المفروض علينا ان نكون من المرابطين في عصر الانتظار هذه المرابطه مربوطه احنا مطالبون بها في حياتنا في واقعنا المرابطه يعني ماذا يعني كل مقاتل يكون جاهز بعتاده وسلاحه في اي لحظه يواجه العدو المرابطه يعني نكون قضيه الامام المهدي تكون في حياتنا وفي وجودنا في اي لحظه نحن نهيئ انفسنا لكي يظهر الامام صلوات الله وسلامه عليه حتى نعد العده ونكون في هذا الصف المبارك لصاحب الزمان فاذا الامام على المنبر يذكر انا اقول هذا الكلام ليش الإمام أمير المؤمنين قبل 1400 سنة يذكر قضية الإمام المهدي وإحنا اللي الآن موجودين في عصر الإمام ناسين الإمام ولا تتصوروا جزاه الله خير أي إنسان أي برنامج يسوي للإمام المهدي أي مجلس أي محاضرة أي ندوة أي كتاب كله جيد بس لا تتصور هذا كل شيء نحن مقصرون مقاصرون لا مقصرون البعض يقول لك أنا قاصر لا مقاصر مقصر أنت نحن كلنا مقصرين في قضيه الامام المهدي لما تعتبر نفسك مقصر يعني انت عليك ان تبحث وتحاول ان تعالج هذه المشكله وتعالج هذه الازمه لذلك يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الصادق المصدق الصديق الاكبر يخرج رجل من ولدي في اخر الزمان بعد هذا اللي يظهر نحن في اخر الزمان والله العالم يظهر من الدلائل من الروايات من الأخبار أنه الآن هذا عصرنا عصر آخر الزمان ولكن متى ينتهي وين هذول اللي يركضون وراء الأموال وراء المادة لا يعلم ابن آدم هذا المسكين لا يعلم يضع رأسه على المخدة والوسادة يضع رأسه عليها لا يعلم أنه سيقوم أو لا يقوم يا ابن آدم صر آدمي يا ابن ادم انتبه الى عملك الى سلوكك الى علاقتك بالله الى متى تركض وراء الدنيا الى متى تكون انسان ضيعت دنياك واخرتك اسمع هذا الكلام تعال عيش هذه الاجواء المباركه فاذا الامام يخرج رجل من ولدي في اخر الزمان شوف امير المؤمنين ماذا يقول إذا هز هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب هذه بشارة عظيمة الإمام المهدي لو ظهر عنده راية هاي الراية لو هزها أضاء له يعني الآن شلون أوضح لك شلون أفهمك أنه هذه الراية للإمام المهدي أضاء ما بين المشرق والمغرب بعد الامام ما يحتاج لهذه ال... الاضاءه اللي موجوده الان ما يحتاج الامام المهدي الى هذه الكهرباء ومحطات الكهرباء هذه قضايا ان احنا مساكين الامام المهدي له ولايه تكوينيه كل عالم الوجود خلق من اجل الامام المهدي ومن اجل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فاذا امير المؤمنين يقول لو هز يعني هاي حركه الهز هو التحريك البسيط هز رايته اضاء له اضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد هذا الوضع هو الوضع مادي او الوضع المعنوي لا نعلم الوضع عباره اعم يعني قد يكون الامام بمعجزه الهيه يضع يده على رؤوس العباد يضع كحاله ماديه او لا كوجود مبارك للامام صلوات الله وسلامه عليه ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن ليس مسلم ليس كل انسان لا المؤمن المؤمن من هو المؤمن الذي يوالي محمد وال محمد ويتبرأ من اعداء محمد وال محمد يعني عنده الولايه وعنده البراءه هذا شرط اساسي إذا عندك بس ولاية يبا خليك على جنب. أنت ليس لست من هذه القائمة. لست من قائمة قائمة المؤمنين. مو على كيفك أنت. الإمام يدعو المؤمن، المؤمن اللي عنده ولاية وعنده براءة هذا أساس. فلا يبقى مؤمن. يعني كل المؤمنين أينما كانوا في بلاد العالم. في المشرق والمغربي اللي في بالقطب الشمالي اللي في امريكا اللي في استراليا اللي في الشرق اللي في الغرب كل المؤمنين باجمعهم الا صار قلبه اشد من زبر الحديد بعد ما في خوف هذا الانسان اللي الان عصرنا عصر تقيه احنا الان البعض يقولون عصر تقيه نعم الا عصر تقيه يعني بالنتيجه لا تتمكن ان تحكي كل شيء ما تتمكن تبين كل شيء كثير من الأمور نحن لا نبينها لأنه عصر تقية وأمتنا سلام الله عليهم أمرونا بالتقية التقية ديني ودين آبائي من لا تقية له لا دين له روايات متواترة عن أهل البيت عليهم السلام في موضوع التقية نحن في عصر تقية الآن لا نحكي كل شيء كثير من الأمور اللي متعلقة بأهل البيت عقول الناس لا تتحملها كثير من الناس أقل مشكلة فيه يعني هذا اللي ما يعرف أهل البيت هذا اللي ما يتعامل مع أهل البيت هذا اللي ما يقرأ نصوصهم ما يزور زيارتهم بمعرفة وعلم طبيعي هذا الإنسان لما تذكر الرواية رواية يقول آه هذا غلو شلون هذا ما يصير كيف يكون هكذا تقول له عمي هذا الإنسان خارج من الدين يقول مو هذا صحابي يا رجل هذا حارب إمام زمانه اللي حارب إمام زمانه هذا خارج من الدين يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين شو تسوي الانسان اللي ما عنده علم؟ هذا الانسان الجاهل مشكله تارةً تتع تحكي مع انسان عالم هذا العالم يعرف الموازين هسه تارةً عنده عنده مصالح ما مصالح ما يحكي ولكن الانسان اللي عنده ادنى معرفه يعرفك معادلات واحد زائد واحد يساوي اثنين فنحن الانسان المؤمن هذه عقيدته هذا ايمانه لا ما يقول انه لا وما يصير وشلون فلماذا نقول الانسان ليش الائمه سلام الله عليهم اكدوا علينا اذهبوا الى زياره الائمه ليش؟ شو السبب؟ لماذا تاكد على زياره الامام الحسين؟ لان عشان لما تقرا الزياره تقرا الزياره الزياره كلها دروس عقائديه اقرا زياره عاشوراء اقرا زياره وارث اقرا كل الزيارات الوارده عن الامام الصادق عليه السلام اقرأ زيارة أبي الفضل الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام اقرأ زيارة آل ياسين شوف الدروس العقائدية اللي فيها مبسطة سهلة ليس لقلقة لسان هذه تكمل عقيدة الإنسان شنو مش مشكلة الإنسان صار عمره خمسين سنة وما زار الإمام الحسين صار عمره ستين سنة ومو زار الإمام الحسين والله والله عندي ظروف وعندي أجواء وما وكذا وكذا وهذا أو يجي بالأربعينية مسوي منية على الإمام أنا جايب الأربعين شنو الأربعينية؟ جاء أربع خمس أيام عشر أيام وعني شنو هذا شيء هذا ولا شيء جايب الأربعينية بقي لك عشر أيام أسبوع وأنا جت مشي وإذا جت مشي يعني شنو الإمام الحسين قدم هذا العطاء الكبير هالتضحية الكبيرة ولا شيء اللي أنت قدمته ولا شيء أمام العطاء اللي قدمه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذا أمر مهم جدا نعرفه فإذا اذا هز رايته اضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن الا صار قلبه اشد من زبر الحديد واعطاه الله تعالى قوه اربعين رجلا كل مؤمن هو يكون قوي وعند قوه اربعين رجل الان اربعين رجل يعني يراد منه الكثره يعني عدد كبير او لا فعلا اربعين زين الانسان اذا عنده هو قوه رجل واحد ليس بالامر الهين هو قوه رجلين وثلاثه واربعه شلون اذا كان أربعين رجل اي قوه يصير عنده اذا صار قلبه اشد من زبر الحديد يعني مو الحديد هذا الامام يقول اقوى من الحديد فلا يقهر هذا الانسان المؤمن ولا يبقى ميت الا دخلت عليه تلك الفرحه حتى الاموات بظهور الامام المهدي بشرى لهم بشاره لهم يعني تدخل البشرى في قلب الاموات وهو في قبره وهم يتزاورون الاموات يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله وسلامه عليه ليس الاحياء فقط الاحياء المؤمنون الاحياء يتباشرون بظهور مهدي ال محمد صلوات الله وسلامه عليه والاموات ايضا امير المؤمنين سلام الله عليه يقول هم الاموات ايضا بينهم يتباشرون بظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه هنيئا للانسان اللي عنده هذه العقيده المهدويه الصادقه هنيئا لمن له معرفه ولو بسيطه بالامام المهدي ويسعى ان يرفع من مستوى المعرفة اللي عنده بالامام المهدي هذه روايات اهل البيت حبيت هذه الليلة وان شاء الله اللي و... الليالي القادمه سنركز على النصوص المأثوره من اهل البيت لان قضية الامام المهدي قضيه غيبيه والغيب نحن لا نتمكن ان نحكي عنه بلساننا وانما نحكي بلسان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه دائما ابدا ان شاء الله نحن مع هذه القضيه المقدسه قضيه الامام المهدي وان شاء الله يكون عامل مساعد للجميع يتعرفون على الامام المهدي ويعيشون الامام المهدي ويشربون هذا الحب والولاء والانتماء والعقيده لمهديه ال محمد صلوات الله وسلامه عليه في اخر البرنامج ان شاء الله نلتقيكم في كل ليله في مثل هذه الليله هذه الدروس المباركه المهمه وانا اشد على جميع الاسر والعوائل أنه يستمعون كل أعضاء الأسرة والعائلة حتى اللي عنده درس واللي عنده امتحان عندك ساعة بس اسمعوا هذه القضية المهدوية وراح نريح بالكم من كثير من الأمور اللي لازم أمناكم يتعرفون عليها اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج نلتقيكم دائما في هذا البرنامج المهدوي وعد الله والوعد الكبير بظهور مولانا وسيدنا الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم عجل لوليك الفرج حياكم الله <applause>